السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة مصطفى مبروك التعليمية أبنائي وبناتي طلاب وطلبات الصف الثالث الثانوي أهلا وسهلا بحضراتكم أتمنى من حضراتكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس حتى يصلكم كل جديد حتى نستطيع إن احنا نقدر نساعدكم وعلى فكرة دي قناة مجانية الطالب ما بيدفعش فيها حاجة والمدرس ما بياخدش حاجة هي خالصة لوجه الله ربنا يجعلنا ناخد فيها ثواب وكده ويجعله في ميزان حسناتنا احنا في شهر رمضان كل سنه وانتم طيبين واوشكنا على العيد كده وان شاء الله كل طالب يتمنى حاجه ربنا ينوله سؤله وكل طالب يتمنى كليه ان شاء الله يدخلها باذن الله ويبقى وشي حلو عليكم وباذن الله تعالى كده هنبدا مع بعض فاينل ريفيجن نمبر 3 وهنقول الجمل ونحلها ونشرح ليه اخترنا الحل وكده فريد تخلي بالكم معانا وده عاده هيبقى مراجعه مركزة على يونت 9. Number 1: Choose the correct answer from A, B, C, or D. Choose the correct answer from A, B, C, or D. Number 1: My daughter agreed, told, said, complained, her teacher had given her a reward that day. Uh, عندي قنبلين يعني يشكو وريورد يعني مكافأة. تمام. يبقى Number 1: My daughter said قالت وسد اجيب بعدها ذات او ما اجيبش الاثنين ايه صح؟ My daughter said that her teacher had given her a reward that day يبقى today تحولت إلى that day لأن ذا reward is bitch غير مباشر. Number 2 ماهر said that he is meeting was meeting meets had met a friend at the station that day يبقى ماهر uh, said that he was meeting a friend at the station that day يبقى هنا مدرع مستمر تحول إلى ماضي مستمر. Number 3 سارة told me that she had will have had had has a job interview the previous day. تمام. آه أخلي بالي من عملية هاد دي بتلخبط طلبه ومستوى عالي جدا في اللغة فخلي بالي هاد بس تبقى ماضي بسيط يعني أي هذا كار مثلا والكلام ده كله تبقى ماضي بسيط لكن هاد وتصريف ثالث هو ده اللي يبقى ماضي تام هاد 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 بلايد هاد ايتن هاد وان وهكذا هو ده اللي يبقى ماضي تام يبقى نمبر 3

يبقى سيد هنا المفروض اجيب بعدها الفعل في الماضي يبقى ده ده كده لكن دي هنا جملة تعبر عن حقيقة ان الصين دي دولة عالية الكثافة عدد سكانها ممكن يكون عدى ال 1400 مليون نسمة فبالتالي هنا الحل الصحيح في نمبر 4 يبقى از برغم ان هي سيد يبقى شي سيد ذات تشاينا از densely populated كانتري دولة فيها كثافة اوفر بوبيوليشن يعني نمبر 5 فارس تولد اس ذات هيز فاميلي بوت هاد بوت وود باي هاز بوت ا هاوس ان ذا كانتري سايد تو مانثز بيفور تمام نمبر 5 تبقى هاد بوت فارس تولد اس ذات هيز فاميلي هاد بوت ا هاوس طب وانا ليه عملتها ماضي تام يعني عشان هي كانت ماضي بسيط وتحولت الى ماضي تام فبفهم الجمله كانت ايه وتحولت الى ايه كانت تو مانثز ago تحولت الى تو مانثز بيفور اجو بتيجي مع السيمبل باست الماضي البسيط وحولتها الى باست بيرفكت ماضي تام يبقى فارس تولد اس ذات هيز فاميلي هاد بوت ا هاوس ان ذا كانت سايت تو مانسز بيفور نمبر 6 هي تولد مي ذات هي هيلبت هاز هيلبت وود هيلب ويل هيلب مي تو ريبير ماي كار ذا فولوينج دي هنا بيتكلم على المستقبل تمام يبقى هنا كانت ويل سوف وتحولت إلى would. He told me that he would help me to repair my car uh, the following day. Uh, number seven. The article says that there will be had been was would be an increase in the number of university students next year. طبعا هنا the article says طالما فعل القول says يبقى انا اجيب بعدين مضارع مفيش مشاكل خالص تبقى will be the article says that there will be an increase in the number of university students next year number A she told him that she could ask her advice he could ask her advice if he will have had had was having uh, had any problems طب هنا الحالة الأولانية من اف، طب هنا فعل قول طول ماضي، فأنا لازم أجيب بعديه ماضي، فلو الحالة الأولانية من اف أحولها للحالة الثانية يبقى اف وبعدها مضرعة بسيط ودول المصدر، أحولها لإف اف ماضي بسيط ودول المصدر، يبقى الأولى تتحول للثانية طب الحالة التانية تستاب زي الثانية تستاب هي. طب الحاله الثالثة تستاب هي تمام وما تفرقش بقى بالنسبة لي أجيب اف في النص أو في الأول ما فيهاش مشكلة. She told him that he could ask her advice if he had any problems. نمبر 9. Uh, he told her he had seen the film she recommended, had recommended, would recommend, has recommended the night before. Uh, هنا He told her that he had seen the film she had recommended the night before. هنا كانت ماضي بسيط وتحولت إلى ماضي تام. تمام uh, number, uh, 10. number 10 She said that Uh, she was wanting would want wanted will want to visit Cairo the next week يبقى uh, she said that she wanted to visit Cairo the next week يبقى the following يبقى next week تحولت الى the following week تمام uh, number 11 the science teacher said that uh, when you freeze water you will get would get can get get ice تمام هنا حاله الزيرو اللي هي اف مضارع بسيط مضارع بسيط بتفضل زي ما هي the science said, uh, teacher said that when you freeze water you get ice the science teacher said that when you freeze water you get ice uh, number 12 he admitted that he and three others will rope and robbed has robbed had roped that shop the previous week he admitted that he and uh, three other uh, had roped that shop the previous week هنا كانت ماضي بسيط وتحول الى ماضي تام تمام ادميتد اللي هو اعترف وجاب بعدها ذات وجمله او ادميت واي ان جي كان ممكن يقول هي ادميتد روبنج ذا شوب تمشي صح ما فيهاش مشكله نمبر 13 هي سجست ذات وي هاف جون هاد جون شود جو وود جو تو ذا بيتش ذا نيكست فرايداي سجست يفضل يجي معاها شوت سجست اقترح يفضل يجي معاها شوت بمعنى ينبغي He suggested that we should go to the beach the next Friday. He suggested that we should go to the beach the next Friday. Number 14. He said that the earth orbits has orbited orbited had orbited the sun once every 24 hours. هنا طبعا جايب سد فلازم اجيب بعدها ماضي لكن الجمله اللي بعدها تعبر عن fact حقيقه يبقى اجيب بعدها مضارع ما فيش مشكله. أسيب الجملة زي ما هي. يبقى he said that the earth orbits the sun uh, once every 24 hours، تدور حول الشمس في مرة كل uh, 24 uh, ساعة. لا طبعا هنا الجملة مظبوطة الكتاب مش كاتبها مظبوطة المفروض الأرض تدور حول الشمس مرة كل سنة، تدور حول نفسها مرة كل 24 ساعة. Uh, number uh, 15 He complained He complained Told, admitted, threatened that he had left the car and looked the night before. He admitted that he had left the car and looked the night before. Number 16. He suggested, asked, admitted, told that we should leave because we were too late. He suggested that we should leave because we were too late home. He suggested that. We should leave because we were too late home. Number 17 She agreed that we will clean, will have cleaned, cleans would have cleaned the flat tomorrow. Yeah, but she agreed that we would have cleaned the flat tomorrow. يبقى هي وافقت إن إحنا على بكرة هنكون خلصنا تنظيف الشقة. والله مستقبل تام. Uh, future perfect مستقبل تام يعبر عن حاجه هتكون انتهت في المستقبل اللي هو ايه هيكونوا في المستقبل خلصوا تنظيف الشقه ال number 18 uh, before the fight last night he threatened he threatened that he will destroy would destroy has destroyed had destroyed them all before the fight last night he threatened that he would destroy them all number 19 uh, on our way home last night he admitted, told, threatened, agreed that he would lend me 2000 uh, pounds يبقى on our way home last night he uh, agreed that he would lend me وافق أنه هيسلفني 2000 جنيه ولو قال promised وعدني ما كانش فيها مشكلة number 20 he said, told, Uh, suggested explained that Noha إنتر medicine يبقى هي suggested that نوها إنتر ميديسين وهنا إيه ما قالش نوها إنترز قال إنتر بس على أساس إن هو إيه uh, بيجيب الفعل في المصدر يعني بدل ما يجيب شود يعني نمبر 21 uh, he threatened he, he threatened will tell would tell to tell had told the police about us so we must get rid of him يبقى he threatened to tell the police he threatened to tell the police about us so we must get rid of him 22 she said that her sister has been is had been was a swimmer yes she is one of Egypt's best athletes يبقى she said that her sister is طب ما هي said ده جيبها ده is اه عشان دي حقيقة هي قالت ان اختها سباحة وقالت فعلا دي افضل سباحة في مصر athlete افضل رياضية وسدحها في مصر 23 he suggested told admitted complained that he couldn't sleep because of the noise يبقى he complained اشتكى that he couldn't sleep because of the noise he complained that he couldn't sleep because of the noise uh, number 24 last friday he said that he couldn't go out last night tonight this night night, uh, night before because he had a lot to do at home طبعا هنا الجمله دي ريبورت سبيتش اندايركت سبيتش كلام غير مباشر ف, فايه الوحيده فيهم اللي تنفع تبقى ايه ذا نايت بيفور على اساس الوحيده فيهم اللي هي ايه غير مباشر لاست فرايداي هي سيد هي كودنت جو اوت ذا نايت بيفور بيكوز هي هاد ا لوت تو دو ات هوم لاست فرايداي هي سيد هي كودنت جو اوت ذا نايت بيفور بيكوز هي هاد ا لوت تو دو ات هوم number 25 he promised that he will pay bid would have bid will have bid the money back on monday of next week he promised that would have bid he would have bid the money back on monday of the next week هنا مستقبل تام اللي هو الفيوتشر بيرفكت اللي هو يعبر عن حاجه هتكون تمت في المستقبل نمبر 26 Uh, she said wanted to know complained told her brother had passed his exams يبقى هنا she said uh, her brother had passed his exams number 27 uh, She said her father is has been had been had ill the day before She said that her father had been ill the day before هنا كانت ماضي بسيط تحولت الى ماضي تام كانت was aware وتحولت الى had been اللي هو ماضي تام نمبر uh, 28. He told me he is sleeping has slept sleeps was sleeping then. Then يعني كانت now وتحولت إلى ذن يبقى كانت مضارع مستمر يعبر عن المستقبل وتحولت إلى uh, 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 ماضي مستمر. يبقى he told me that he was sleeping uh, then. He told me that he was sleeping then. Number 29. Uh, he told me that Uh, number 21. 29, sorry. Uh, we all expected that he wins, would win, has won, will win the match طبعاً فعلاً win يعني يفوز الموضوع هنا one تتنطق one مش win مش won لا هي النوت السليم one زي one واحد يعني يبقى We all expected that he wins, would win, has won, will win the match يبقى would win يبقى ويقول expected that he would win the match يبقى هنا مستقبل كان will والمصدر تحول الى would والمصدر number 30 the day she said that she is has been was had been giving a birthday party the following Monday هنا كان مدلع مستمر يعبر عن المستقبل وهنحوله الى ماضي مستمر يبقى that day she said that she was giving a birthday party the following Monday that day she said that she was giving a party Uh, 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 the following Monday. Uh, number 31. ليلى told me she doesn't finished hasn't finished didn't finished hadn't finished her work yet. طبعا يت بتيجي مع المضارع التام يبقى انا الجمله المنفيه والسؤال. طبعا هنا يبقى هي كانت مضارع تام منفي وهحولها الى ماضي تام يبقى ليلى تولد مي ذات شي هادنت فينيش هير ورك يت ليلى تولد مي ذات شي هادنت فينيش هير ورك يت نمبر 32 شي سيد ذات شي ميتس كان ميت كود ميت ويل ميت مي ذا فولوينج ويك يبقى هنا كان هستعملها للمستقبل زي زي ويل وحولها الى كود او وود فانا الاثنين هيبقوا صح كود او وود تبقى صح ما فيهاش مشكله يبقى نمبر 32 شي سيد ذات She could meet me or would meet me ما فيهاش مشكلة the following week. She said that she could meet or would meet me the following week. Number 33. Uh, she said told asked, uh, inquired him they had been invited to a wedding. a wedding party يعني she said told asked inquired him that she had they had been invited to a wedding يبقى she told him عشان هنا جاب بعديه مفعول said ما تنفعش طبعا عشان جاب بعديه مفعول she told him they had been invited to a wedding party a wedding ceremony uh, 34 uh, had he said he would go will go is going went to the bank the next دي تبقى دي وود جو يبقى كانت ويل والمستقبل المستقبل وهنا هنحولها الى وود هادي سيد ذات وود جو تو ذا بانك دي هادي سيد ذات وود جو تو ذا بانك ذانكست نمبر 35 uh, اشرف هاد جاست سيد جاست ناو هي ويل هيلب وود هيلب ووز هيلبنج هاد هيلبت مي لوج اون ذي انترنت اشرف سيد طبعا سد اجيب بعدها ماضي لكن جاب بعدها جاست نو يعني الحاجة الكلام اتقال حالا يبقى انا اجيب بعدها مضارع ما فيهاش اي مشكلة خالص يبقى هنا اشرف سد جاست نو هي ويل هيلب مي log اون اون ذا انترنت هيساعدني في الدخول على الانترنت اشرف سيد ذات سيد جاست ناو هي وود هي ويل هيلب مي لوك اون ذا انترنت اشرف سيد جاست ناو هي ويل هيلب مي log on the internet number 36 نها said that Cairo is was had been would be the capital of Egypt طبعا سيد جاب بعدها ماضي بس هنا الجملة تعبر عن الحقيقة ان فعلا القاهرة عاصمة مصر يبقى دي تفضل is زي ما هي نها said that Cairo is the capital of Egypt number 37 they complained wondered told asked that they had been waiting for long times يبقى they complained اشتكوا that they had been waiting ان هم استنوا فترة طويلة They, they complained that they had been waiting for long times. Number 38. The tour guide told me that he will know news has known knew the way so there was no need to ask for a map. The tour guide told me that he will know news has known knew the way so there was no need to ask for a map. Yep. The tour guide told me that he knew. ذا واي ثرو ذير ويز نيد تو اسك فور ا مابي يبقى انا كانت مضارع بسيط تحولت الى ماضي بسيط نمبر 39 علي سيد ذات ميتالز اكسباند اكسباندد ار اكسباندنج وير اكسباندنج وين ذي ار هيتد هنا سيد اجيب بعدها ماضي بس هنا جمله تعبر عن حقيقه اللي هو المعادن تتمدد بالحراره وتنكمش بالبروده فدي لازم تفضل مضارع زي ما هي يبقى علي سيد ذات ميتالز اكسباند وين ذي ار هيتد علي سيد ذات ميتالز اكسباند وين ذي ار هيتد نمبر 40 أميرة said just now that she had seen has seen would see was seeing that film on TV. طبعا said ده جيب بعدها ماضي لكن في just now الكلام اتقال حالا خلي بالي just بمعنى حالا تيجي مع المضارع التام لكن just now بمعنى حالا برضو بس تيجي مع simple past الماضي البسيط. يبقى نمبر 14. أميرة said that she has seen the film on TV. أميرة said Uh, just now that she has seen the film on TV. Number uh, 41. Number 41. Uh, he said that they had met or meeting, meet were meeting you there uh, the following Friday. He said that they uh, were meeting. Uh, you uh, there the following friday يبقى انا مضارع مستمر وعبر على المستقبل حولته الى ماضي مستمر يبقى he said that they were meeting you there the following friday number 42 uh, she wanted to go on a picnic but uh, she wont afford cant afford hasn't afforded couldn't afford it that day يبقى هي عايزه تروح في رحله تتفسح على البحر والكلام ده كله وكده بس لا تستطيع تكلف او يعني مش في مقدرتها انها تقدر تدفع نفقات الفسحه دي يعني she wanted to go on a picnic but she couldn't afford it that day she wanted to go on a picnic but she couldn't afford it that day number 43 osama explained the told refused the he was hoping to visit me the following day يبقى أسامك سبليند شرح يعني وضح بين. أسامك سبليند that he was hoping to visit me the following day أسامك سبليند that uh, he was hoping to visit me the following day uh, number 44 أمال told me that the festival held had been held, was held, had held the week before تمام طبعا هنا محتاج كان ماضي بسيط وتحول الى ماضي تام بس في الباسف فويس يبقى هاد بين والتصريف التالت امال تولد مي ذات ذا فيستيفال هاد بين هيلد ذا ويك بيفور امال تولد مي ذات ذا فيستيفال هاد بين هيلد ذا ويك بيفور نمبر 45 شي برومست ذات شي دازنت دونت وودنت وونت تيل اني وان ماي سيكريت شي برومست ذات شي وودنت تيل اني وان ماي سيكريت نمبر 46 رمزي بروميست ذات يو وودنت بي ماسنت بي كانت بي وونت بي ليت وانس مور يبقى وودنت بي رمزي بروميست ذات يو وودنت بي ليت وانس مور نمبر 47 رامي دينايد بينج انفولفد ان ذا كرايم انكر نوم مشترك في الجريمه تورط في الجريمه رامي دينايد بينج انفولفد يبقى هنا مبني المجهول بس ايه حط الفعل اي ان جي يبقى دناي يجيب بعدها ذات وجمله او أجيب بدافع فن جي يبقى رامي دينايد being involved in the crime 48 She told me that she is living has been living, living was living with her parents but she wanted to move out يبقى هنا مضارع مستمر يعبر عن حاجة كانت مؤقتة إن هي يعني كانت عايشة مع والديها ولكن خلاص عايزة تعزل بقى موف اوت She told me that she was living with his parents with her parents but she wanted to move out 49 أه، سارة تولد أه، سارة كليمد دي سيد دي تولد سجستد أدهم تو باك ذا أه، كوستيومز انتو a big كيس سارة تولد أدهم تو باك ذا كوستيومز انتو a big كيس يبقى تولد يعني يقول له أو يؤمر فيب هنا سارة أمرت أدهم إن هو يشيل الهدوم في الـ الـ الشنطة الكبيرة شنطة السفر نمبر أه، 50 جوزيف Uh, said suggested insisted claimed to have written the song himself يبقى جوزيف جوزيف uh, claimed to have written the song himself يبقى جوزيف claimed to have written the song himself uh, number 51 I am not ready now he said that he was not ready now ولا yet ولا then ولا before يبقى then I am not ready now he said that he was not ready then يبقى now حولت إلى then 52 She said that she hadn't called her uncle two weeks before after earlier previous يبقى She said that she hadn't called her uncle two weeks before يبقى two weeks ago حولها إلى two weeks before two weeks ago تحولت إلى two weeks before number 53 uh, حسام said that he is has been was was being exhausted يبقى حسام زيت said he was uh, exhausted يبقى مضارع بسيط تحول الى ماضي بسيط. نمبر 54 uh, We told him that we played had played was played had been played after school the day before يبقى هنا ماضي بسيط تحول الى ماضي تام. We told him that we had played uh, football uh, after school the day before. نمبر 55 uh, I must leave now he said that he had to must would have to will have to leave then هنا must بمعنى يجب طبيعي انها تتحول إلى had to كان يجب عليا I must leave now he said that he had to leave now حولناها إلى then number 56 uh, he said that Cairo is uh, uh, was had been has been the largest city in Africa يبقى he said that Cairo is the largest city in Africa يبقى هنا سدة جيب بعدها ماضي بس هنا جملة تعبر عن الحقيقة أن مصر القاهرة أكبر مدينة في قارة أفريقيا يبقى بالتالي تفضل مضارع بسيط زي ما هي ما أي مشكلة خالص وعندي كلمة سيتي وتاون سيتي مدينة كبيرة تاون مدينة صغيرة بني مثلا تاون لكن القاهرة واسكندرية سيتي سيتيز يعني نمبر 57 إسراء سيز شي إز ووز هاد بين هاف بين تايرد طبعا هنا سيز فعل قول مضارع يبقى أجيب بعديه مضارع عادي خالص يبقى إسراء says ذات شي إز اس تايرد إسراء شي إز اس تايرد نمبر 58 I told the teacher أي didn't want, I didn't attend, wouldn't attend, won't attend, hadn't attended the following uh, uh, lesson. Uh, I told the teacher I wouldn't attend. قلت للمدرس إن أنا مش هحضر ال 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 ال, ال the following lesson الحصة اللي جاية يعني.

The dentist told me that he wouldn't be able to treat me until the next day Wouldn't يبقى هي كانت will وتحولت إلى wouldn't تمام و Able to بمعنى يستطيع زي كان بس able to لازم أجيب قبلها am or was or are ولو عايز أعملها ماضي أجيب قبلها was or were يبقى I am able to زي I can I was able to زي I could وهكذا Number 61 He said that ولا if ولا whether ولا what He wanted to be

والكلام ده غير مباشر reported speech انهي في دول بقى ينفعوا uh, uh, reported speech اللي هي the night before يبقى he admitted that he had arrived late the night before he, had, he admitted that he had arrived late the night before uh, 63 he asked, wondered, said, told he wouldn't be able to sleep, to sleep until he had finished it he asked, wondered, said, told he wouldn't be able to sleep until he had finished it تمام ask بمعنى يسأل أو يطلب wonder أه، بمعنى يتعجب أو يتساءل غير wonder يتجول w a n d e r بال تبقى يتجول يتمشى بلا هدف إنما بال تبقى يتعجب أو يندهش أو يتساءل يبقى wonder يتعجب أو يتشاء wonder يتجول أو يتمشى بلا هدف يبقى نمبر 63 هي set he wouldn't be able to sleep until he had finished it he said he wouldn't be able to no, قال ان هو مش هيقدر ينام الا ما يخلص المطلوب منه uh, 64 she asked me whether i had been i went i go uh, had i been there before uh, يبقى she asked me whether i had been uh, there before number 65 my uncle promises he will would can may meet me at home يبقى ماي انكل بروميسز هي ويل ميت مي ات هوم بروميس هنا مضارع فاجيب بعدها مضارع فهنا ويل ماي انكل بروميسز هي ويل ميت مي وعد ان هو ايه هيقابلني في البيت